شفت لها خالتي. السلام عليكم. اليوم كانت الجلسة في المحكمة الزجرية ديال الطبيب واليوتيوبر اللي دايرة أنا ضدهم شكاية ديال داك الرأي طب اللي حط الطبيب اللي ما شاف والو ما تقرير. لا ماشي تقرير، رأي طبي. رأي طبي ولكن تحكم به. تحكم به ابتدائيا وسينا فيه. نسولك هذا الرأي طبي هو شكون تخيله هذا اللي كاتب به الطبيب علاش اللي كاتب لي شكون تخيله واش تخيله بعائلتك لا 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 هذا اليوتيوبر قال لك من الفلان فلاني البروفيسور ابداء رأي طبي شرعي الى السيد اليوتيوبر. سولك سؤال، هاد الطبيب هذا شاف الجثه ديال ابيك؟ ما كنعرفوها ولدي، ما شفناه، ما عين جثه، ما شرح جثه. مره وحده اللي جا في شهر جوج فاش كانت المناقشه واعترضت النيابه العامه، والسيد الوكيل وقف وقال نعترض لان بدون امر قضائي وبدون انتداب. لكن الهيئه كان لها راي اخر، قالت غنستمعوا ليه. جا من كازا استمعوا ليه وتشكك في الامر وتحكم بالراي ديالو وضرب هادوك ثلاثه ديال الاطباء شرعيين اللي شرحوا ولدي وقالوا باداه رادعه على الراس، جر الجسد خمش بالاظافر. وكان فاش في الحكم الابتدائي جابها قاضي التحقيق طبيبه الرئيسه ديالهم لانهما ثلاثي، جابها قاضي التحقيق دابا نوريكم وثيقه وقالت سولها فاش وراها في التشريح الطبي قالت ليه يستبعد هذا من بعد التشريح الطبي اللي فيه ضربه، قالت ليه يستبعد ان تكون سقوطا من السياره. يعني السيد ما هادشي راه في الابتدائي والحكم كان في التعليل ديال الابتدائي وحيث انه كان في حاله سكر طافح وفتح باب السياره ورمى نفسه. تحكموا باقوال قوال المتهم الرئيسي اللي هو كاع ما كاينش في المرحله الاستئنافيه كامله، ما كاينش، ما جاش ما حضرش، دارت حق المسطره الغيابيه، ما عمر حضر نهائيا، ما عمر حضر. وحكم الاستئنافي كذلك تحكم بالطبيب اللي ما شاف والو. طيب هاد اليوتيوبرز اللي دارت الفضيحه هادي هما جوجو فين هو اليوم؟ يقعوا في السجن. في السجن ولكن ماشي بسبب الشكايه ديالي. عندي شكايه ديال التشهير عندي في هذا الشهر في هذه السيمانه، زائد هذه الشكايه دابا ديال الطبيب هو والطبيب اللي في محكمه عين سبع. لكن هو في السجن ماشي حاليا، ماشي بالشكايه ديالي. وانا حقه ما كيجيني مع عائلتي، ما كيجيني من حبابي، ما كيجينا يعني باش يولي يوتيوبر يطلب من الطبيب صاحبه رأي طبي وتحط في الملف، راه شيء كيضر في القلب. راه مش نقول لك راه ماشي الحقره، شي حاجه فات الحقره. شوف هو طرف القضيه باش يطلب رأي طبي ما كيجينا والو، هو غير صديق ديال المتهم الرئيسي. شفتوا الفيديو؟ لماذا هذاك التهجم؟ ما كذبش عليك انا ما سمعتش، انا قالوا لي ما قدرتش نسمع لان مرضت انا مريض. لماذا؟ علاش؟ والو ما هو باش هذاك اللي ضارب ولدك ما كان حاضر، علاش بقيتي تهجم عليك؟ ما عرفتش. بعض الفيديوهات والله ولدي هو كيدير ضغط، لان صديق ديال المتهم الرئيسي ديال الاب ديالو كيجي هو وياه في المرحله الابتدائيه، كانوا كيجيو بجوج، كانوا كيدخلوا بجوج في المحكمه. اسمع لي شي حويجات مشروع بالنسبه للمتهمه وشي وحدين كانوا خارجين عندهم من البير، وهادشي راه حقيقه شافوه الناس. شافوه الناس دي حقيقه. ايوا شنقول لك؟ اش قال لهم؟ اش قال لهم على ديك الباليزه وهذاك هزيت الشوكولات ولا قال لهم عيشهم الشوكولات؟ هادشي راه محزن، راه ما تيضحكش. كلشي شفتوه. انا اش غادي نقول لك؟ غنمشي نجاوب. ديالك فين شتي تجي؟ نقول لك حسبي الله ونعم الوكيل وغنتبع القضيه ديالي قانونيا. اش غنقول لك؟ باش نخرج نتعاطى؟ انا ما تعاطيتش حتى فاش كان خارج السجن. عمرني ولدي انا تجاوبت معاه؟ انا عمري ما تجاوبت معاه. كيسب وقالوا لي ما خلى ما قال علينا، وتهديدات كاع تيهد كيقول لك اخر انذار وما خلى ما قال. ورغم ذلك كم انذار هو شكون؟ قالوا لي لا طغى داك السيد بزاف، طغى بزاف. باش يطلب رأي طبي خص على الأقل إلا كان بغي يدير شي تحقيق خصو يكون صحفي. واش حسيت صحفي ولا يوتيوبر؟ راه دابا مشدود شي حال صيفط. لا هو فاش كان كيدير فيديوهات في الأول تيقول وتوصل النار كاينين فيديوهات تحقيق صحفي درناه وكذا وكذا، لكن فاش سمعت أنا ماشي صحفي.
ماشي صحافي. لا ماشي صحافي. اصلا اليوم هو مشدود على شي حال صيفا. انا ما عرفتش المهم ولكن ماشي صحافي لا تاكدت منها يعني ماشي صحافي ما كنتش عارفه في الاول. تقدري ترشحي معاه واخا دار الحكم كيفاش كانت الحاله الابتدائي يعني. ولا الاستئنافي؟ الحكم الاستئنافي. الحكم الاستئنافي صدمات ما واحد شي حوايجك ما خليش واحد الصدمه ما نكذبش عليك عمرني تمنيت نكون في هذيك الحاله عمرني تمنيت الناس يشوفوني في هذيك الحاله عمرني تمنيت حتى واحد ما تيبغي الحاله لكن انا ام مكلومه ومجروحه في ولدي ورضيت بقدر الله وقدره يعني موت ولدي صافي انا رضيت لهذا الابتلاء انا ما رضيتش غير بالظلم يعني انا فاش خرج في هذيك الحاله انا الظلم اللي خلى الحقره والظلم يعني وتصور كنتي مرشاحه والهيئه ديال المحابو ديالك المرافعه النيابه العامه رفعات ايوا واش انا غنكذب ولا شي حاجه والنيابه العامه رفعات وقالت الطبيبه بان اداه ترد احسن مرافعه دارتها النيابه العامه المحامين ديالو دار احسن مرافعه وتعقيبات وكل شيء في الاخر هذيك الصدمه راه منين باقي عندي العقل ولدي ما نكذبش عليك راه منين باقي واقفه راه هذا فضل الله سبحانه الا هو ما نكذبش عليك انا صدمتي كبيره شي مني ما تسطيتش مني ما حماقيتش مني باقي تنهضر معاكم مني باقي كنشد الطريق لفرنسا ولا كادير ونجي عندكم الدار البيضاء ما عرفكش تعالجي جيت في تعالجي ولا الناس ما عرفتش يعرفوه هادشي خصهم يعرفوه والله ولدي ربي اللي عالم بيا يا ما كناخذ حبه وحده ولا كنقول لك راه ادويه ماشي دواء واحد ولا جوج ولا ثلاثه راه اربعه د الادويه اللي تناخذ وعارفه واحد النهار يصبح حسكت ليا القلب لان ماشي كنقول لك الله يطول في عمرك لا لا ما تقوليش هذه الهضره الله يطول في عمرك اخي هادشي لا والله هو اللي الظلم صعيب شوف الظلم صعيب الظلم صعيب الظلم صعيب صعيب بزاف الحقره والظلم هذيك الحاله اللي وصلت ليها انا باش نقطع حوايجي ونخرج بالحفاه انا ربي اللي عالم بيا انا ما نبغيت حتى انا ولدي امين وما غيرضاش يشوفني في هذيك الحاله ولدي امين غيبغي امو ديما هزه راسها الفوق ورفع راسها الفوق وديما انا فيها وليداتي الحمد لله لكن اضطر يعني وصلت لهذيك الحاله ما نكذبش عليك ما نقولكش ما رضيت ولا ما تمنيتش نكون في هذيك الحاله الحمد لله ولكن الله حق الحمد لله الحمد لله وهذا شرف للأم الحمد لله غندير اي حاجه على وليداتي ما نكذبش عليك انا غنموت على ولادي ادوني في ولدي وقتلوا عليا الله يحفظ لي العوينه اللي عندي بنتي والله العظيم ما نكذبش عليكم بنتي كانت كتجارع الاوراق ومسكينه وما خلات ما بقاتش باغا شفت صور ورقه وحده ما بقاتش باغا تهزها صافي كنزه ما كتاخذش الدواء يلا دارت عمليه راه باقي مريضه الله يشافيها كنزه بنتي ما بقاتش قادت تهز ورقه تنقول لها دابا عطيني شي ورقه كتقول لي ماما راه البيت سيري هزي اللي بغيت يعني بنتي صافي تحطمات مسكينه كان كنا امال وثقه تحطمنا ربي كبير ونعم بالله الناس اللي بغاو يدركوا الحقيقه شوف اكيد كاينين الناس نزهاء راه باقي عندنا مرحله ديال القضاء باقي عندنا واحد باقي جوج مراحل ان شاء الله باقي شيكايتي ديال الطبيب واليوتيوبر وباقي النقد والابرام بقات 20 يوم وغنكمل حتى الاخر حتى يديموا الامانه امانته شكرا 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 اسمح لي والجلسه الثانيه ديال الطبيب لان اليوم كانت الجلسه ولدي هذاك الشيء اللي جيت تاجلات غير باش الناس انتم عارفين باش الناس تاجلات نهار 24 في شهر 6 ان شاء الله وغادي يحضر من غيكون ان شاء الله في سجن عكاشه وغادي يحضر ان شاء الله الله يحفظكم سمحوا لي